المهم ساعة لما جانا حصلت الأحداث، فأنا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما هو ده تكملة الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكملة الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدولة المصرية، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونة بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونة بتاعتنا، انت البطل. جميل، طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا مش ليا، انا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل.